السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شيوة جديدة من شيوات أم شمس. اليوم إن شاء الله الحصة غادي تكون على تزيين جاتو ديال لانيفيرسير أو الحلوة ديال عيد ميلاد، كيف ما كتشوفوا على شكل سبايدر مان. يعني ملي كنشوفوا سبايدر مان كنعرفوا أن الحلوة غتكون ديال الصبي، فغادي نشوفوا الطريقة ديالها كيفاش زينتها بدون استعمال أي أدوات خاصة. فمشوا الطريقة وبلا ما نطول عليكم. فهنا من بعد ما خرجت الكيك ديالي من الكونجيلاتور اولا من المجمد اللي كان بايت فيه ليله كامله، ولا على الاقل واحد 4 ساعات ولا 4 ساعات. وبالنسبه للكيك فغادي ان شاء الله تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف، يعني الكيك بلا جينواز بالعماره اولا بلا كريم وكل شيء. غادي نغطيه بلا بات لاباتو الشوكولا اللي عملت معاكم حتى هي. هاد لي غوسيت كاملين غتلقاو الروابط ديالهم في صندوق الوصف. فغادي نغطيه جيدا حتى يتغطى معايا مزيان، وغادي نعاود ندخلو للمجمد على ما نقاد التزيين ديال الوجه ديال سبايدر مان. فهنا خديت خرجت سبايدر مان، يعني كتخرجوا عادي في لامبريمونت كتخرجوا الشكل اللي بغيتو ديال الوجه. هنا انا خرجت الوجه البيضاوي يعني الاصلي ديال سبايدر مان، وقطعت يعني خرجت انا تقريبا واحد 3 ديال الوجوه حتى شفت الشكل اولا العبار اللي بغيت، وقطعت العينين ديالو على هذا الشكل هذا، وقطعت الوجه اولا الوجه ديالو كيف ما كتلاحظوا. فاني الا بغيتو صغير اولا كبير، انا خديت حجم متوسط وهذا الصغير هذا. ما فغناخد اول حاجة نفتحت العجينة ديال الشكلاط، غنعمل فوق منها الوجه ديال سبايدر مان، وغادي نقطع غير بموس يكون حاجة واحدة انه يكون رقيق ويكون ماضي انه ما يعذبناش. كيف ما قلت لكم فهنا حاولت انني ما نستعملش ابدا حتى شي ادوات خاصة، يعني استعملت المعينات او الحوايج اللي عندنا اللي كيكونوا في كل مطبخ، يعني سكين عادي ديال الفواكه. فكنحاول انني ناخد هكا حتى كنكمل الدوره كامله ديال الوجه، تنفينيها شويه بداك السكين مزيان على هذا الشكل، وكنزولها كنحطوها في شي بلاطو او لا في شي مكان اخر اللي باش نخدموا حويجات اخرين. كنزولها على هذا الشكل، كتجي صراحه فينيه مزيان. هنا بالنسبه للعجينه السوداء غادي نعمل بها الشكل ديال العينين الاول، حيت العينين كنخدمهم على جوج مرات، كنخدموا الابيض والاسود. هنا خدينا على الشكل الاصلي ديال العين، غادي نقطعوا الاسود. وبالمناسبه فاش بغيت نلون العجينه ديال الشوكولا السوداء، ف صراحة الأسود يعمر اليدين بزاف، فما خليت ما اني ما عملت معاه، ولكن ما عندي ما ندير لأننا متقده وليا ما لقيتش ليليغون، واضطريت انني نعمله غير باليدين ديالي. ولكن يعني من الاحسن، انا كنصح انكم ضروري بتلوين لاباتو شوكولا ضروري من لي ليغون، لانهم كيحميونا من دوك الالوان باش كيتلونوا اليدين ديالنا والضفيرات ديالنا، يعني كنوليو في حاله واحده اخرى. هنا كنفيني العين جيدا على هذا الشكل، وكنزولها حتى هي، وكنمشي للعجينة عاوتاني السوداء كنفتحها تكون على هذا الشكل، تكون كبر من الوجه. وغادي نعمل يعني دائرة، ولكن نفوت تقريبا واحد نص سنتيم او لا، يعني واحد شوية نفوت الوجه ديالها باش تبقى لي بان ليا الحواف ديال هاد العجينة السوداء من بعد كيف ما غتلاحظوا معايا. فغادي كيف ما لاحظتوا غادي نفوت هذاك الحواف ديال الورقه، وغادي نقطع بعيد عليها شويه، ولكن بنفس لا فورم غادي نشد العبار ديالي. فهي طريقه جد سهله صراحه، وما كتاخذش صراحه معنا بزاف الوقت،
وهنا فاش باش ما يكونش عندنا لا فيديو طويله بزاف، فقسمت لا فيديو على جوج. الكيك بوحدو يعني كيفاش شنو عملت لداخل تاع الكيك والتزيين ديالو بهذه الطريقه. فهنا من بعد ما عملت العينين غادي نعاود نقطعهم في الجهه البيضاء، غادي نعاود نعمل عينين بالشكل بلون ابيض كيف ما غتلاحظوا. فانا قطعت من بعد ما عملت العينين بالاسود غنعاود نقطعهم، نحيد الحواف السوداء ونعملهم على هذا الشكل هذا، وغادي نوضعهم فوق من العجينه ديال الشوكولاته البيضاء، وغادي نقطعهم بنفس الطريقه باش قطعنا العينين اللي باللون الاسود. غنقطع بهذه الطريقه، نحاول انني يعني هما راه هذا الورق فكيشد في العجينه ديال الشوكولات، فما كنخافوش انه يزول او لا، ناخذ فورم وحده كما كتلاحظوا فكيعطينا الشكل اللي بغينا. وتا هما كنفينيوهم وكنحطوهم مع الحويجات اللي عملنا من قبل. فانا كما كتشوفوا ف هاد الملون الاسود فعمل لي حاله صراحه. شحال كنقول اني ما نحطش لا فيديو، ولكن جاتني عليه طلب زعما بزاف ديال الطلبات انا على قبل الزين ديال الحلوه ديال الصبي، فقلت لما لا نحطها لصديقاتي والمتتبعين ديالنا. فانا كما كتلاحظوا من بعد ما خرجت الكيك ديالي من الكونجيلاتور، فانا علاش كيعجبني ندخل العجينه ديال الشوكولات الكونجيلاتور، فملي كنخرجها كتعطي واحد لابغيونس بلا ما نزيدو عليها حتى شي حاجه. ملي كتبدا ديكونجلا كتبدا تطلق واحد بحال يعني مشويه ديال الماء من داك الديكونجلي، وكتعطي واحد لابغيونس رائعه. فهنا بالنسبه للتزيين فكنستعمل دائما الايسينغ اولا التتليج الملكي اللي عملت معكم، غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. وهو باش كنلصق يعني ما بين اللي كنلصق اللي لاحظتوا انني لصقت به في الاول ما بين العجينه السوداء والعجينه البيضاء او العجينه عفوا الحمراء، وكنبدا نزين بهذه الطريقه هذه. فممكن الا خفتوا انه ما يجيكمش الشكل ديال هاد الخطوط ديال السبايدر مان ديال اولا ديال العنكبوت ما يجيكمش مقادين، فممكن انكم تحطوا الصوره اللي طبعناها من قبل وتبعوا عليها بسكين اولا هكا تبعوا عليها بشي حويجه اللي تطلق ان تعطينا لاطراس، تخلي لاطراس ديالها فوق من العجينه ديال الشوكولات، ومن بعد فكتبعوا بطريقه العاديه كيف ممكن انكم تحطوها قدامكم وتتبعوا عليها. فالطريقه اللي جاتكم سهله هي اللي كتبعوا وكتكملوا حتى كتساليو هاد التزيين ديال الكيك ديالكم كامل. فهنا كما كتلاحظوا فبالنسبه للرويال ايسينغ او التتليج الملكي، فملي كنعملوه ب يعني في لا كونسيستونس او لا في الخفه ديالو الا كان يعني هو هذاك، فكنجربو كنعملو شويه في واحد البوش وكنبوشيو وتنشوفو الا كان الخط ديالو اولا الخيط ديالو ما كيتقطعش لينا كنعرفو ان يعني فالقوام ديالو كيكون هو هذاك، يعني ما كنحتاجوش نضيفو ليه الماء باش نخففوه. هذه هي الطريقه ديالو، وكنبقاو مكملين يعني التزيين ديالو بحال هذا الشكل، وكنخليو جهه بلاصه يعني العوينات ديال سبايدر مان كنخليو البلاصات العينين هي الاخرى عاد تنحطوها باش كنعبروها في الاول كنعرفوها فين غادي تكون، وكنزينو بهذه الطريقه. فكما كتلاحظوا فهي طريقه جد سهله وما كتاخذش يعني وقت بزاف. دائما كنشوفوا حويجات اللي ساهلين وما كيعذبوناش. هنا كنحط شويه من رويال ايسينغ على الطريقه، وكنوضع العينين اللي باللون الاسود هما الاولين كقاعده على هذا الشكل. وممكن انكم تزينوا يعني سبايدر مان كاملو بالعجينه ديال الشوكولات يعني كامل كنزينو بعجينة الشوكولات، يعني كنبداو نحربلو حريبلات رقاق بزاف وكنبداو نزينو. ولكن بالنسبه للايسينغ فهو اسهل،
ما كياخدش معنا وقت يعني، وكينشف دغيا. كنعرفوا ان الايسينغ فملي كنخليوه في الهواء طلق فدغيا كينشف بحكم البياض اللي فيه والسكر. كنثبتوا العينين بهذا الشكل وكنعاودوا نوضعوا شويه من الايسينغ. وكنوضعوا العيون البيضين بهذا الشكل، كنثبتوهم تاهما بنفس الطريقه باش يثبتوا معانا. فانا زينت يعني باسهل طريقه. ممكن ان هذوك العيون اللي باللون الاسود ممكن انكم يعني هما بنفسهم انكم تحفروهم وتدخلوا في وسط منهم هذه العجينه الشكلات عفوا البيضاء، فهذه باسهل طريقه. وكنكملوا يعني الخطوط ديال العنكبوت كنكملوهم الطريقة اللي شفتو معايا من قبل. دائما روي الايسينغ ما يكونش خفيف، ما يكونش زعما جاري بزاف، يعني يكون خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. باش كنعرفوه كما قلت لكم كنبداو نضيفو في الماء وقطرات منه وكنشوفو حنا يعني القوام ديالو اللي بغينا. وكنجربو دائما في البوش، كنجربو كنشوفو واش الخيط غادي يخرج معانا مقطع، يعني كيكون ثقيل بزاف او لا خفيف بزاف انه كيبدا يسيح معانا. بالنسبه لخطوط العنكبوت اللي بقاو لي غنزين الكيك ديال الكيك كامل بهذوك الخطوط. الطريقة اللي تحبوا يعني هما الخطوط كيكونوا متشابكين، يعني هذا هو الأساس. وكنبقاو حتى كنكملوا الكيك ديالنا كامل بهذه الخطوط هادو. من بعد فكنبقاو نربطوا ما بينهم لهذا الشكل هذا. فهي طريقه سهله يعني ما صعيباش، حتى كنساليو وكنكتبوا الاسم هنا. انا كيف ما كتلاحظوا فعملت من تحت بوند سوداء اللي جمعت لي الكيك من الاسفل. سهله يعني وما ضفت لها والو غير العجينه ديال الشكلاط وتبتات، حيت عجينه الشوكولاته الحمراء فهي يلاه خارجه من الكونجيلاتور، يعني ملي قلت لكم تلقات هذاك الماء ولا دوك ديال الماء فشدت لي العجينه وما حنتنيش. وكنكتبوا الاسم على حسب الرغبه وعلى حسب اسم الطفل اللي بغى الحليوه. فمن بعد ما كملنا الحلوه ديالنا وزيناها فكتجي على هذا الشكل هذا، كتجي صراحه رائعه وكتعجب الوليدات بزاف. وبالنسبه لهاد الرويال ايسينغ فهو راه كيجمد، يعني ما كيبقاش كتخليه حتى يجمد اولا كينشف. وممكن انكم تدخلوه على الكونجيلاتور فما كيطرى به حتى شي حاجه. انا مجربه اني دخلته الكونجيلاتور فما كيطرى به والو، ما كيسيح ما حتى شي حاجه. فنتمنى ان لا فيديو اليوم ولا التزيين ديال هاد الكيك ينال اعجابكم وتجربوه ان شاء الله الهماله. واي تساؤل فمرحبا بكم في لي كومونتير. ودائما الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله باش تدعم الفائده، والاشتراك في القناه والضغط على زر لايك والجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. فكنت معكم ام شمس، والى حصه مقبله باذن الله. الى اللقاء.